حسين من أبها، تفضل أخي حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حلفت علي يمين أشهد بالله أني ما عاد أكلم أخواتي وأدخل لهم بيت، والله كفتوني في الموضوع هذا. طيب شكرا. يا أخي كفر عن يمينك، ادفع كفارة يمين وكلم من تريد وزر أخواتك وقريباتك، لا كفر عن يمينك ولا تمتنع من صلة الرحم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سميع عليم. نعم.